سمعتي حاجة يا حكومة؟ لا لا. مجلسنا يقنين يا صايم. سمعت هذه شني؟ لا لا. يعطيك لوية وإحنا شبو طوية. إيجن هو اللي لا تبا يطلع قولونا لا هاي تطلع قولو حتى بغ تكبوا علينا جيبونا المنع هل في رمضان مانع؟ إين عمي نبوها دولة دينها الإسلام لكن مش معناها الحكومة تتبكش وتقول لي صيام ما تدير لي جو حمزة والأمور هانية وتوارنا على مشارف دمشق الجيلاطينة عاشقة محكمة شارتنا عاشق والتفجيرات عندنا ومش في الهند تريتنا ما عندناش فرتونة يا راقدين الويند وبعد عصر الجماهير بيخششونا في عصر التفجير ديوان القانون وين قانون يا محسنين قانون قانون لله قانون قانون عيون حمر ومش سحنون قانون لسنترا قانون ليفجرك ليخون عروقة مش حطات ومش خفيف أقطع العروق يبس التغنديف وتولي أمورنا على الكيف يعدلونا الأمور في البلاد تبي تستيف ديوان الداخلية ديوان العدل تطلع قولي حتى مجهول راهو الناس جتها تلول تطلع هدد يا سيدي بلاش اشجب بلاش مدد وكانك ما تقدرش الكفخ وخر ما تتبعش رديف طاشحت وتكت البلاد راي الحكاية بتجيف وانت ايه انت ايه ايه اللي تتخرمد وتفجر اترضاه الكرهبتك تفجير 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 ت